ليكون معنا، فبابنا مفتوح، وحتى إذا قبل ما كانتش دعوتنا واضحة، الآن نجدد الدعوة رسميا لكل الأحزاب التي تريد أن تكون معنا، لأننا صنعنا اتحادا للجزائر ليس لأحزابنا. الانتخابات التشريعية فالأحزاب تحافظ على هياكلها، ولكن هناك هيئة مشتركة بين الأحزاب الثلاث اسمها الهيئة المديرة، مشكلة من أعضاء من الأحزاب الثلاث، فهي تسير هذه المرحلة على الخصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وبعد الانتخابات سنرى يعني كيفية تسيير الأحزاب الثلاث استعدادا للاندماج السياسي الوحدوي الذي وضعناه كهدف. كل الصعوبات القانونية سنجتهد في تذليلها، واعتقد باننا لسنا عاجزين على ان نوجد الصيغة